بداية ينفع نسأل كده أو نحكي شوية فيما قبل ذلك، يعني بداية حضرتك دراسة الطب ثم السفر عشان الماجستير، كانت الرؤية الطب والاهتمام بيه بس وتغيرت، ولا كانت الرؤية من الأول أننا نبقى مهتمين بالمجال العام؟ طول عمري من وأنا في المدرسة والجامعة كنت مهتم بالعمل العام، وبعدين الطب مهنة عظيمة جدا لأن هي فيها الجانب الأكاديمي والجانب المهني والجانب الإنساني، والجانب الإنساني عميق ومهم. أنا درست الدكتوراه بتاعتي كانت على حاجة اسمها الميكروسكوب الماسح الإلكتروني، وده كان أول ظهور للسكانينج إلكتروميكروسكوبي في تاريخ العلم. هتقولي لي ايه يعني ايه؟ الميكروسكوب دي بتقطعي شريحه رفيعه جدا وتحطي نور تحتيها وتكبريها. سكانينج إلكتروميكروسكوبي ده بيشوف الحاجه 3 دايمنشن، ثلاث ابعاد. كانت سنه كام يا دكتور؟ 1979. ده بدري في وين ستيت يونيفرسيتي في ديترويت. لما تشوفي صور بتاعته، انا كنت دراستي كانت على الجدار المبطن للرحم، لان انا جينيكولوجي، انا دكتور امراض نساء. الناس كانت اول ما تشوفها تقول ايه ده تحت البحر، هو ده ايه في الفضاء؟ يعني ما كانش لسه العلم شاف التيشوز او انسجه الجسم بثلاثيه الابعاد مكبره 200 الف مره و 300 الف مره، وده دخلني في اطار اخر بقى هو التعليم. الجامعه بعتتني دراسه في بوسطن يونيفرسيتي لدراسه كيفيه وضع البرامج التعليميه وأساليب التدريس.